متابعينا مشاهدينا عبر الرياضية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم هنا في مكة. فخر المسلمين في كل مكان أيها الأحبة، في كل مكان أيها المتابعون أيها المستمعون، إننا أمام منظر تجبر العيون على النظر إليها والمسامع على الاستماع إليها، في منظر بس هني في السعودية، هني في المملكة، هني في موقعة الحسم على أرض العزم والحزم. بسم الله وعلى بركة الله، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله، انطلقت القمة الحاسمة، القمة 82 في تاريخ مواجهات الفريقين. 81 الهلال يتفوق بفارق الضعف تقريبا، كرة ملعوبة لبريك، هلال الكرة لازالت قائمة ليسيطر عليها العويس، علي الحبسي عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه سهلة على الحبسي يا سوما، مو بهذه الكرات اللي تدخل على الحبسي يا سوما، مشى الشرقي طالت مرة ثانية، خطرة للهلال أمام المرمى، يا بن شرقي المفروض انك تخلي الهواء غربي باللقطة الماضية، الكرة تصطدم بالقائم، والله شكله ميسي، شكله ميسي، والله يا ميسي، هنا المفاجأة التكتيكية، هنا الإسناد الهجومي الغير المتوقع من لاعب محور، الشومو الثانية والقائم، ياه لقطة عبد الفتاح، يا سلام أمام المرمى، الله 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 الله، فرقة الرعب من خلال الدقائق الماضية، دقيقتين الأهلي سوى فيها العجب في وقت الإعادات، كرة للسعيد، شو نتكلم شو نقول كيف نوصف يا اخي، هذه كرة القدم وبس، تبغي كرة قدم، هذه كرة قدم، مباراة كبيرة 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 كبيرة، الله الله على نقطة، اسمح لي ريباس، اسمح لي يا ريباس، كيف لفها، كيف لعبها، امكانيات خاصة جدا وتعلق كبير من العويس، الكرة لازالت، الهلال يستعرض الان، الشهراني عالية، ريباس، الهلال ليس جريحا وليس مصابا ولست متعثرا يا هلال، اللي يلعب هاللعب في هذه المباراة السومة لتيسير، تسديد الله الجاسم الخبير بيسدد، ولكن بتعدي إلى خارج الملعب، بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى السومة، أسس بالراس، الكرة لتيسير، تسديدة قوية، عدت الكرة إلى خارج الملعب، ياه كرة باتجاه مرمى الحبسي ولكنها عدت، هو يقول كان المتوقع أن يكون النادي الأهلي هو الطرف المتفوق بشكل كبير جدا،
والتناسل. هذه المباراة مباراة تحدي، كرة أمام المرمى، أمام المرمى، ولكن هناك خطأ، خطأ على ريفاز في اللقطة الماضية الأسترالي ميليجان. شوف هذه الكرة، أخف علينا يا رونالدو، يلعبها الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى بن شرقي. شوف هذه التسديدة، لعبها وعلت العارضة وعدت إلى خارج الملعب. سيلوتو لازال، سيلوتي، يا عيني، لبريك، لبريك، يا سلام، عبد الملك بيحاول أمام المرمى، خطأ يشير إليه حكم المباراة، خطأ يشير إليه حكم المباراة. أعلى شوط، أقوى شوط، أجمل شوط لسيروتي فيها مساحة، تقدم سيروتي، توقع لها بأرضي أمام المرمى، سلام بن شرقي، ولقطة الفوز بالدوري ضيعها، ضيعها لكن ميسي تمريرة رائعة، سيروتي مباغتة جميلة، بن شرقي تمركز رائع، لكن نهاية هذا نفس اللي جاك مسلسل حلو. والحلقة الأخيرة ضايعة، الحلقة الأخيرة، مشاء كرة للنادي الأهلي أمام المرمى، ليوناردو، الهبسي يبقي الدوري في الرياض، الهبسي يبقي الدوري في الرياض، يا هي تسديدة من ليوناردو، لكن هذا الهبسي بشحمة ولعمة، هذا الهبسي. الهلال يسير المباراة الآن، يحتفظ بالكرة بخبرته المعتادة، سيروتي، بن شرقي، بن شرقي، كرة للهلال أمام المرمى، ولكن منصور الحربي يبعدها إلى ضربة ركنية، ركنية. كان الهلال يطبخ الهجمة الماضية على نار هادئة، ما استعجل بالطبخة، خلاها على نار هادئة. الكرة بتتخلص من أسامة أبو كلبشة، ابن مكة، ابن مكة، خلص الكرة الماضية. مبروك لوحدة مكة العودة لدوري المحترفين. كرة تخلصت، خذها كرتا عسيري، تقدم، لعبها أمام المرمى، الله، الحبس يرفض، يرفض أن يكسر الهلال الدوري، لكن راية وتسلل، ومع ذلك صدها الحبسي. نشوف فيها تسلل ولا ما فيها؟ نعم فيها، فيها فيها فيها. شوف هذه التسديدة اللي تصدى لها الحبسي، الدقيقة 74، أوه، خروج غير موفق من العويس، لكنها عدت كرة كنو، كرة كنو عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. ربع ساعة ما بين الهلال واستمرار صدارته، وربع ساعة إن ما أراد الأهلي. عطني صورة رجال الأمن اللي رايحين، خلونا نشكرهم، خلينا نقول هذيل اللي أمنوا بعد فضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 40,000 في الملعب، هذيل اللي يستحقون من أنهم يطلعون بعد في الكاميرا، ونقول لهم شكرا. عالية أمامية، كرة الهلال، سيراتي أمام المرمى، فاول وضربة، حكم المباراة قال ما فيها شيء، قال ما فيها شيء، غضب بين عمر خريبين وسيروتي. مرتدة للهلال، سيروتي لعبها، الهلال، 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 ولكن سعيد المولد، سعيد المولد الوحدة أمام أربعة بيخلص اللقاء الماضي، كانوا أربعة هلاليين لو مررها كان واجهوا العويس، ولكن سعيد المولد بلحظة بطولية بيخلصها. عالية وأمامية، مهند نزل أمام المرمى، من المنقذ؟ من المنقذ؟ لبليهي، لبليهي المنقذ، عسيري نزل كرة ليوناردو،
ولكن البليهي ينقذ الموقف. تبديل اخير لكنو، لعب كنو الكرة امام المرمى، امام المرمى للهلال. ميليسي كاد ان يحتفل باللقب رسميا من خلال الدقة الماضية. عموما كرة ملعوبة عالية وعمومية للنادي الاهلي، كرة ملعوبة ملعوبة. الزعيم الزعيم ضيع البطولة. كنو يا كنو، كنو في اللقطة الماضية والكرة إلى خارج الملعب. رميت تماس، الكرة ملعوبة، لقطة الموسم، لقطة البطولة، الكرة للخريبي.